ما رأيك أن الذين من حولنا في الغالب هم يتساءمون من المستقبل، يتساءمون من الوضع ومن المكان ومن الناس، ويقول لك في هذه البلاد تنجح، في هذه البلاد توصل، في هذه البلاد تقدر تحقق وتحب. طبعا الكلام قد يبدو واقعيا صح، لكن لو أننا اعتقدنا هذا الاعتقاد واقتنعنا بهذه القناعة، طبعا هذا المفهوم سيتغلغل فينا وسيجعلنا مكتوفي الأيدي أمام أي تقدم. سننتظر فقط كل ما هو سلبي وكل ما هو شر. ما رأيك أن نناقش هذا الموضوع في هذه الحلقة؟ أرى أن موضوع التشاؤم لا نسميه بهذه الطريقة. في الأصل المتشائمون يسمون عن هذا الواقع وأنهم واقعيون ويتكلمون من تجربة وأن الحياة لا تعطي إلا المر والأسوأ، ويقول لك الدنيا صعبة وما لحقناش وما نلحقوش وما ظنيناش، شيء من التوقع السلبي لدرجة أحيانا حتى أنه الطعن في القدر وطعن في حكمة الله تعالى. لكن في المقابل هناك ناس متفائلون للغاية، كل شيء لباس، كل شيء مليح، كل شيء على ما يرام، حتى ولو كانوا ماشيين نحو الحفرة فهم رانا عن كيف رانا بيان مكان ما خصنا، رانا ملاح، كل شيء في تفاؤل. يقول لك مليح التفاؤل، ما تفاؤلوا بالخير تجدوه طبعا، لكن لا يعملون شيئا من أجل تحقيق هذا التفاؤل. أنت تتابع برنامج مفاهيم مع عادل الشبل. مفهوم التشاؤم والتفاؤل يمكننا أن نناقشه مع بعض. الأصل في الحياة هو التفاؤل، لأن خالقها هو ربنا ومدبر أمرها هو ربنا الله تعالى، وبالتالي الله تعالى الخير كله بيديه والشر ليس إليه. إذن الأصل أن ما يخلقه الله تعالى وما ييسره كله خير لنا. عجبا للمؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء فشكر فكان خيرا له، إن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له، ولا يكون ذلك إلى المؤمن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تصور معي جيدا أن كل ما يحدث لنا في هذه الأرض هو خير لنا، وكل ما هو يستقبلنا في أنفاسنا والثواني القادمة هو خير لنا. طبعا هنا لا، ليس الدعوة إلى التصور معناها أنه ممكن ما يكونش، هو ممكن يكون، لكن أنت ماذا، ما هو يقينك؟ أنت ماذا تفكر؟ أنت ماذا تتخيل؟ أنت ماذا تتوقع؟ أتتوقع الخير؟ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يتحرى الخير يعطاه، اللي يتحرى الخير ويبحث عن الخير ويحط الخير في باله يلقاه ويعطاه، الله تعالى يعطيه الخير، ومن يتوقع الشر يوقه ليأخذ بالوقاية من الشرور، رح يصاب بالوقاية، الله تعالى رح يوقيه، رح يبعده، عرفت، رح يبعده عن الشر، رح يبعده عن السوء. الله تعالى خلقنا لنتفاءل وليس لنتشائم. كل شيء، كل الخير بيد الله تعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والخير كله بيديك والشر ليس إليك. فكل ما يقضي الله تعالى ويحكم ويقدر ويخلق وييسر كله خير، كله خير في أفكارك، في مستقبلك، في صحتك، في علاقاتك، في مهنتك، في مالك، كله خير. الأصل فقط هل أنت تعالى رح يحميك، عرفت؟ لكن أيضا من جهة أخرى إيجابية، إذا أنت بحثت عن الخير وتحريت الخير وقصدت الخير وفعلت الخير، سيعطيك الله تعالى الخير، وهل جزاء الإحسان إلى الإحسان؟ أنت تعرف هذه الأمور، أنت تدركها، لكن لماذا نغفل عنها؟ ولماذا لا نعمل بها؟ ولماذا يغطينا التشاؤم من كل مكان؟ يا أخي، أولاً الإنسان بينه وبين نفسه متشائم، ثم يلقى صديقه متشائم، ثم في الأسرة يقول لك ما هياش وما صالحاش والأمور ما هيش مليحة، هذا تشاؤم، ثم تحط على الإعلام وتقلب على القنوات كله يعني أشياء يندلها الجبين، كل حاجة فيها تشاؤم، كل حاجة لا تدل على خير، ثم جد يجيك ويقول لك رانا في آخر الزمن، ورانا في علامات الساعة الكبرى والصغرى وحكايات من هذا النوع. نحن نؤمن أكيد
بالغيبيات التي ذكرها الأنبياء أو النبي عليه الصلاة والسلام على الأقل هنا التي نعرفها، لكن ليس معناه أن نسقطه على واقعنا ونعيش متشائمين إلى أن نلقى الله تعالى. طبعا هذا عين الهوان والضعف والاستكانة، هذا ليس مطلوب. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. هذا الإنسان يخليك ضعيف إذا كنت تعيش حالة تشاؤم في نفسك، حالة تشاؤم في مستقبلك، هذا شيء لن يوصلك إلى ما تريد، ستحصل فقط على ما لا تريد. أنا هنا أدعوك إلى إعادة النظر في أنه لما الكلمات هذه نقولوها ونسمعوها نعيد النظر فيها، لا تقبلها هكذا مباشرة أوتوماتيكيا. تصور أنه يجيني الآن يقول لي واحد يا أخي كن واقعي، ما أنا واقعي أيضا، ما هو النبي عليه السلام لما وصانا أن نكون متفائلين ونطلب الخير من الله ليس ألم يكن واقعيا؟ ألم يكن واقعين وهو يورينا في لكل مصلحتنا لكل زمان ومكان؟ إذن أنت هنا وكأنك تقول لي رك تبالغ هنا لما تتفائل. ما مفهوم التفاؤل؟ هل مفهوم التفاؤل أن نبقى يعني متكي كما هكذا ونقول دك يشيني الخير، دك نربح، دك ننجح؟ هذه ما كانش منها، هذه ما كانش منها ولا يقول بها عاقل. وإذا كنت تظن أن مفهوم التفاؤل أنك تقول أنا متفائل وتبقى جالس لا تعمل شيئا، فاسمح لي هذا ليس من التوكل في شيء. لكن أيضا بالمقابل مش معناه كل ما نحاول محاولة نشوف فيها مشكلة، وكل ما نشوف حل نشوف فيه مشكلة، وكل ما يبان لي طريق نشوف الظلمة وما نشوفش الضوء. طبعا هذا أيضا نقص يقين، نقص يقين بالله تعالى. الله تعالى قال ادعوني أستجب لكم، أنا أقول يا ربي ماذا بي الأمور مليحة في وجهي، فإذا لقيت أشياء لا تعجبني أستعين به عليها وأركز على ما أريد لا على ما لا أريد. أنا هنا أحاول أن أكون أتكلم معك بعقلانية، أجتهد في ذلك، لأنه التحدي أن الشخص المتشائم غالبا هو شخص يفكر بالعاطفة لا يفكر بالعقل، يظن أنه يفكر بالعقل، يظن أنه يحكي لك من واقع، لكن هو فقط يرى الجزء المظلم من الغرفة، الغرفة فيها إضاءة وفيها ظلام، فيرى فقط الجزء المظلم من الحياة، يرى الجزء المظلم من الصحة، يرى الجزء المظلم من العلم، يرى الجزء المظلم من الأشخاص. اسمح لي، إذا كان أنت لابس نظارة تشوف بها الظلام، انزع نظارتك يا أخي. الحياة فيها بهجة كما فيها حزن وأسى، الحياة فيها رحمة كما فيها ظلم وتعدن، الحياة رب العالمين وازنها، رب العالمين نوع فيها، فحاول تشوف الشيء اللي مطلوب منك تشوفه، واللي مدى بيك تشوفه، واللي مدى بيك تعيشه أيضا. لأن إذا أحطت نفسك بأشخاص رائعين وركزت على الروعة اللي فيهم، إذا أحطت نفسك بالأشياء الرائعة وركزت على الروعة اللي فيها، إذا أحطت عقلك، خلينا نقول لك عقلك، بأفكار رائعة ستركز عليها وسترى الروعة في أفكارك وفي مشاعرك وفي سلوكك. طبعا هذا يرجع ليك، هذا اختيارك. الحياة مجموعة اختيارات، هذه الاختيارات ترجع مجموعة قرارات، القرارات إذا ما عجبتك تقدر تغيرها، إذا ما غيرتهاش طبعا هذا يرجع ليك، تتحمل مسؤولية 100%. التفاؤل هو عملية خلينا نقول لك شيء يتربى شيئا فشيئا، تراكمية. نعم التفاؤل هو عملية تراكمية، أتفائل بك، أتفائل بتقدمك، أتفائل بأنه صرات حاجة مليحة في بلادي نشكر عليها، نذكرها، نعظمها، نعود نكررها. ماشي كان الناس ما يعجبهمش العجب، يعني واحد الآن يحب يدير حال الخير يقول لك هو يوري في روحه، واحد الآن لا أدري ممكن ينفع ناس ويقضي دين لأرملة وأيتام يقول لك بالك شو يحب طامع شيء أو حب يوريه في التلفزيون أو من هذا الأمر. يا أخي أرجوكم هنا ينبغي علينا أن نفكر بأكثر عقلانية ونكون ناس مؤمنين ونتحرى الصدق والثقة في الآخرين. الناس أي واحد نيته عند ربه، أنت لست أبو طالب أن تطلع على النيات. قال نوح عليه السلام ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين. لأنه الملأ من قومه
قالوا يعني أنت اللي تبعوك ضعفاء وطامعين في الدراهم، ما همش يعني فريما مؤمنين بيك. فرد عليهم وقال: ولا أقول الذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا، أنا الله أعلم بما في أنفسهم، يعني أنا ما رضيش أطلع على ما في قلوبهم، ولو اطلعت أنا على ما في قلوبهم إذن أنا من الظالمين. طبعا هذا لا يحدث إذا كان هذه رد رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، إذا كان هذا نبي الله ورسوله مؤيد بالوحي وقال: ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خير. إذا هو قال، ونحن الآن تجد من حولك الناس يوقعون عن رب العالمين ويدخلون في قلوب الناس ويقولون يقصد كذا ونيت كذا، بشي بزاف علينا وبزاف عليهم، أليس هذا من الحياة المتشائمة اللي فيها التركيز فقط على الشر والسوء؟ أنت لا تريد ذلك أكيد ولا تقصده، نعم أنا أثق فيك، لكن الذي أطلبه منك أن تتوقف عن الأفكار التشاؤمية وأن لا تستمع للمتشائمين، بل أقول لك ابتعد عنهم. راح تقول لي: ما هم محيطين بي في كل مكان. طيب لا تعطيهم سريرتك ولا تعطيهم قلبك، عاملهم فقط معاملة شكلية وما تعطيهمش الصح كما نقوله، صح؟ إذا ما تحكي لهمش كلش على نيتك وماذا تريد وما هي أهدافك، لأنه في مشارط ما تقول له أنا ماذا بي أنجح، يقول لك أنت تتنجح؟ لا أظن. قالوا هالك هذه؟ نعم، هؤلاء المتشائمين اللي يشوفوا فقط الجزء الضعيف في الإنسان، الجزء المظلم في الإنسان. طبعا أنا كثرت الكلام في هذا الموضوع، لكن أقول لك في كل مجال من مجالات الحياة موجودين هؤلاء، وأيضا الناجحون والمتفائلون موجودون أيضا، ابحث عنهم، خالطهم ولو كان شخصا واحدا، ولو كان شخصا واحدا، واحد مع واحد، واحد مع واحد، تتكاثر أمور يعني تكبر وتنتشر ونعود مجموعات. نعم المتفائلون موجودون ورب العالمين حط على يديهم البركة والخير والأمور ماشية، وإذا قلنا مثلا في هذه البلاد أو في هذا المكان أو في هذا الزمان الخير موجود، الخير فيه وفي أمته ليوم القيامة، التفاؤل موجود رغم التحديات رغم المعيقات. نعم ما هي جزء من الحياة، المعيقات والتحديات هي جزء من الحياة، ليست هي الحياة وليست هي النهاية، بل هي فقط مراحل وحقبات من أجل غد أفضل، وكل بحسبه وكل حسب نيته. التفاؤل هو ما يدفعنا أن نعيش ببهجة وتقدم للأمام، أكيد تفاؤل بالخير تجدوه إذا كنت أنت من المتفائلين، ليس بالضرورة أن تبقى مكتوف الأيدي، وإنما أن تعمل وتتوقع، حتى تتوقع العقبات في طريقك، نعم، وتضع لها الحلول قبل حدوثها، فهذا من التفاؤل. من التفاؤل أن تتوقع المشكلات فتفكر في الحلول قبل حدوثها، فهذا من التفاؤل أيضا. من التفاؤل أنك إذا بدأت مشروعا أو علاقة أو رحلة أن تتفائل أن تكون هذه الرحلة من أروع ما يكون. من التفاؤل أن تقوم صباحا وتقول الحمد لله الذي أحيانا بعد مماتنا، وتتفائل أن يومك سيكون من أروع ما يكون. من التفاؤل أيضا أنك إذا أصبت بمصيبة أو عدى عليك عرض مرضي أن تتفائل بالشفاء والوقاية والصحة، هذا كله يعطيك بهجة وقوة ونشاط للإقدام في هذه الحياة. من التفاؤل أيضا أنك إذا تابعت هذه الحلقات أن تقول يمكن أن أغير مفهوما واحدا على الأقل من المفاهيم التي كانت خاطئة عندي، ويمكنني أن أصححها وأعمل بمقتضاها، فهذا من التفاؤل. من التفاؤل أن أتفاؤل أنا أيضا لك أنك لما تابعت هذه الحلقات ستصبح أفضل وحياتك ستكون أسهل، لأنك ستعمل من اليوم فصاعدا على تصحيح أي مفهوم تلقيته، تعودت عليه، تكيفت معه، أن تعيد التشكيك فيه من جديد وتصحيحه وتعديله بما يتوافق مع تحقيق أهدافك ومصلحتك ومصلحة من حولك أيضا. أنا أتفائل أيضا أنك ستنشر هذه المفاهيم لغيرك ممن تحب،
وأنك ستتناقش معهم فيها في كل مرة تصحح فيها مفهوما، وهذا من التفاؤل. لو لم أتفاءل لما جلست إليك الآن وحدثتك في هذه الحلقات. أرجو أنك استفدت من هذه الحلقات، وأيضا أنك بدأت تفكر بطريقة جديدة، وأكيد التفكير يعطيك مشاعر جديدة ويعطيك سلوكيات وتصرفات جديدة، وبالتالي ستخلق عادات جديدة، إذن ستحظى بشخصية جديدة، وبالتالي مستقبل رائع ومشرق إن شاء الله. كان هذا برنامج مفاهيم مع عادل الشبل. تحياتي لك ولك وحدك. أنا عادل الشبل.